طبعا صناعه المحتوى كل شيء حلو، فبدينا يعني تقريبا هواي اماكن اثريه صورت، اللي هي كنيسه القصير اللي كربلاء، باديه كربلاء، حصن الخيضر، عندك عقرقوف ببغداد، الملويه بسامره، قلعه كركوك، هواي اماكن انتقلنا لها. مو بس اثر، يعني تصورنا اماكن شعبيه، الاكلات الشعبيه اللي يختص بها العراق، احاول دائما اطلع المكان من زوايا مختلفه، احاول اخذ صور انه ما حد ماخذها من قبل. مرحبا، اسمي مصطفى محمد، بيولوجي ومصور وهاوي رحال بنفس الوقت. استغليت هواية التصوير حتى أوثق الأماكن الأثرية اللي عندنا وجمال محافظاتنا، وعندنا هوية حلوة، حضارة حلوة، فلازم إنه نحاول نشوفها للناس ونعكس صورة إيجابية للعرب أو للعالم، ونفس الوقت للعراقيين اللي هم بالداخل اللي ما يعرفون الجمال اللي عندنا والآثار والأماكن اللي الناس تقدر تزورها. من كنت أنا صغير هوايتي إنه مثلاً أستكشف الأماكن اللي عندنا، أروح محافظاتنا، ما أخلي مكان ما زوره، ما أخلي شيء بنفسي. مثل ما تعرفون إنه واحد من هو عمره صغير إنه حريته محدودة، مثلاً أهلك يخافون عليك، ها لا تطلع فلان مكان، لا تروح، لا تجي، يعني يخافون عليك تضيع، يصير عليك شيء. من دخلت الجامعة يعني صارت دي مساحة أكثر، حرية أكثر، بديت أتنقل براحتي، أروح الأماكن اللي أريدها براحتي. العراق بلد سياحي بامتياز. راح تسألوني مصطفى وين السياحة الموجودة بالعراق؟ إحنا مثلاً عندنا تنوع، مثلاً تنوع بالتضاريس، تنوع بالبيئة، مثلاً عندنا بالشمال مثلاً الشلالات والأماكن الخضراء، عندنا بالوسط الآثار اللي ممكن نشوفها، عندنا بالجنوب الأهوار وغيرها، الموانئ، فعندنا تنوع كلش كبير، بس إحنا ما مستغلين هذا الشيء. هاي الأماكن بعد ما زرتها وعرفت الناس عليها، هوايد ألاحظ ناس بدأت تروح لها وتحب تستكشفها، وبدأت جروبات سياحية تروح، سواء كانت جروبات من الكلية أو مثلا شخص هو أصدقاء ياخذ، أو مثلا نروح هذا المكان حتى نستكشفه. هي هويتنا وهذا تاريخنا وهاي حضارتنا، ولازم نحافظ عليها. عندنا حضارة حلوة، تاريخ حلو، لازم مثلا احنا كشباب نعتني به ونعكسه بالصورة الإيجابية قدام الناس. حسابي على انستغرام اسمه سفير الاي كيو، اللي يحب يطلع عليه بصور اللي الاماكن اللي رحت لها وفيديوهات، ومو بس هذا الشيء، يعني صور بين الحاضر والماضي، وان شاء الله ينال رضاكم. هواية ناس او شباب او بنات يريدون يبدون بصناعه المحتوى بس ما يعرفون يبدون شلون. هاي شغله سهله، مو الا معدات وشي فخم، هذا طلع تليفونك صور اي معلم قدامك، مو شرط. مثلا اكو ناس تحب مثلا صناعه المحتوى عن اماكن اثريه، اكو ناس مثلا تحب تصور مطاعم شعبيه، اكو ناس تحب الطبخ، اكو ناس مثلا تحب معلومات التاريخيه، حسابات تاريخيه، فانت بدي تصنع محتوى بابسط الاشياء عندك، وانت راح تشوف شلون راح توصل وتبدع بهذا الشيء. انا حلمي ان شاء الله ازور محافظات العراق 18، وان شاء الله يصير عندي برنامج خاص بي او مجله خاص بي، اقدر اوفر فرص عمل للمصورين. مثل ما تعرفون عندنا هواي مواهب وهواي مصورين، هواي شباب، انه تدعم الثقافه، تدعم الاثار، تدعم السياحه بالعراق، واحنا لازم مثلا في دورنا انه نشجعهم وندعمهم كل ما نستطيع. خوش حكي احلى نحكي.